أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر استضافت قمة COP27 واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها. الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما مكننا من مواجهة التحديات تغير المناخ التي لم تكن طبعا لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررا منها. في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ اللي هي COP27 في نوفمبر الماضي وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة. واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير عن النص ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل، غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.